اهلا وسهلا، يا اهلا مرحبا. وسهلا فيكم بعمشيت، ومن استقبلكم من القلب ومنابع يعني. وكان لنا من زمان كثير نحب نشوف هالمناسبه، واليوم صح، ثابت. واهلا وسهلا فيكم. صفوف رفيقة، صفوف رفيقة. نحن سميناها صفوف رفيقة. خليني اخبركم بس عن اكتشاف اليوم، اكتشاف عظيم بهذا البيت العظيم. معلم طانس صغير، مش بس هو انسان مش اخذ حقه اكيد بهالبلد ومش عارفين فيه، فاليوم لازم تجوا تزوروا هذا البيت لانه متحف بحقه حقيقه. يعني لو كنت انا رئيس جمهوريه كنت اعطيته وسام لهالانسان. مش بس هيك، بس العائله واولاده اليوم عندهم اشياء، عندهم كروشيه جديد، عندهم قهوه رائعه، عندهم صفوف مش هول غير، عندهم بيعملوا ارتيزانا مش 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 معقول مش معقول. وعزيمتهم على القهوة اخوات. طيب حضروا معي كل الفيديو وتعوا عمشيت، ضروري 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 نجدد الارتيزانات. معلم طانيوس زلمة تقاعد وصل على 77 سنة، كان عمره 77 سنة وقت اللي بلش يشتغل، بعمره 77 سنة، يعني يلي من جايله بيقعد بيحنوا المسبحة وبيصلوا. هو كان ليلى عم بيقرأ، وبيحب يقرأ كتير، عم بيقرأ كتير لأنيس فرايحة، القرية اللبنانية في طريق الزوال. بقى بمقطع بهالكتاب بيقول إنه في إلا ما يلتقى حدا يرجع يعيد هالتراث ويعيد حضور القرية اللبنانية. لمعت براسه كيف شرارة بتلمع، يعني كيف لمعت براسك أنت وبلشت بالشغل هيك؟ لمعت براسه قامتني نهار إلي بيي أنا هيك بدي أعمل. بلش يعطيك معك صحتك منيحة، بلش بالسبعة وسبعين سنة بلش يشتغل، عامل 500 قطعة من التراث اللبناني. كل شيء، الفلاح، الحداد، النجار، يعني المهن اللبنانية. قال لي كان الإنسان العادي يشتغلها، كان يعني حياته كانت هي هيدي هالأشياء هاي. ومن ذاكرته كلها من الذاكرة، ما في شيء قطعة قدامه. وهيك بلش معلم طانيوس، وهيك وصل، وهيك ترك لنا تراث حلو، ترك لنا متحف وكنز. معلم طانيوس بلش ميكانيك، كانوا يسموه شيخ المعلمين، شيخ المعلمين معلم طانيوس. حتى هلا اتني بتشوف على كارت التكريم تبعه المعلم طانيوس مكتوب عليه، مش طانيوس غاب عادي، المعلم طانيوس. بايام بالحرب ال 43 ما في كهرباء، عمل كهرباء، اخترع كهرباء وحطها على السطح مراوح، ضو البيت، اول بيت مضوي بعمشيت، عملوا تفرجي. بتجي الفرنسويه عليه، كان وقت الاحتلال الفرنسي، بيجوا بيقولوا له يا عمي نحن فهمنا مقدرتك، فهمنا علمك وذكائك انك دورت البيت وحاطط مراوح على السطح، بقى بنطلب منك انه هالمراوح تشيلها لانه بنخاف الجيش الالماني او البحريه الالمانيه هي وبالبحر تفكر شيء ارسال شيء تجسس شيء تجي عليك انت، نحن لمصلحتك عم نعمل هالشيء، والك بديله كذا كميه كاز تتولعوا البيت. هيدي شغله من الشغلات. سجل اختراع مشان السيارات لتوفير البنزين، حتى سجلوا بأمريكا. هيدا إنسان ذكي، مثقف، بيحكي لغة، بيحكي فرنسي، تلميذ الفرير، بيحكي فرنسي أحسن منا شوي. وش ما بدي أحكي عن بي، إذا بدي أحكي عن بي كتير بتكتر الحديث الحلو. بيحكي فرنسي، بعرف ذكي، كل هالشي من ذاكرته عمله وترك لنا أثر كتير حلو. هيدا المتحف اللي تركه، بيجوا على البيت بيشوفوا الناس مجانا، بس بكفينا انه عم نتذكر بيي في هيدا شيء بفرحنا. وبعده بالبال له 22 سنه متوفي من جمعه، بس بعده بالبال معلم طانس. وكل ما حضرنا هالمتحف هيدا بنحس انه بعده معنا، بعده بيناتنا طانيوس هالقتنية. نحن بناخده بمعارض، بينطلب على معارض. كان من سنتين بإهدن عمل مظاهره كتير كبيره، منروح رحنا على بيروت، رحنا على طرابلس، رحنا يعني عنا بربي لبنان كله، بس هيدا صار غير حساب، وقت بدنا ننقله صار غير حساب. بس بالبيت اهلا وسهلا بكل اللي بيحبوا يشوفوه، هيدا تقدير لإله لو تحت التراب. العنوان عمشيت، الشارع نجيب الخوري، قرب ثانوية عمشيت الرسمية. حمو يرجع ينعش الذاكرة اللبنانية اللي هي التراث اللبناني، وهالقطع هودي كلهم معمولين، كل قطع كيف كانت زمان هي ذاتها، وكلهم فونكشنال، كلهم شغالين. كل قطع ترمبة الماي شغالي، طحونة البن شغالي، كلها هودي كلهم بيجننوا. بلش
باول قطعه عمل ال هيدي عمل اول قطعه بلش باول قطعه بهاي امبارح بهاي وبهاي هاي اول قطعتين عملون هيدا تبع مطلع الزيتون بيقطعوا عليه الزيتون وهيدا وفرجينا اول قطعتين وقلنا له يلا طانيوس كفي 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 هو ما كان بالنسبه لنا بي كان خي كان بالنسبه لنا خي كنا نتحكم معه نحن وياه كاخوي كل شيء عملوه هيدي مونت هيدي البيت هيدي البيت كل شيء للبيت معمول هيدي مشك الصحون هيدا القفص كانوا يحطوا فيه لحمه ويعلقوه بالعيله من هون تم يجوا عليه الفيران ويجوا عليه البسينات ينزلوا هيدا صندوق الخبز هيدا الجروشي هيدي مكانة البن بتطحن هيدي بتطحن تفتح الى هون اللقطات تما توقع كريبس تما توقع بقلبها في الفراشات حتى هيدي كيف تبرم ترقلي هاي بتنشال هاي بتنضب كل التفاصيل هيدي بقلبها في فراشات بيبرموا وهيدي بتفتح هون بتحطي هيدي بقلبها بتحطي هيدي على الماسكي ها بتخلص بخلصوا الطحن بحطوا الماسكي بسكروها بالتحتانية بتحطوا هلا مزبطة تفرجيك شي بعد هاي الحنفية هاي اللي بتنزل مي هيك الفلاح حتى برا بيجي بده يغسل ايديه معبيه مي حنفية هاي بتبرم ها اذا ايش كيف تبرم بتسكر وبتفتح بتنزل مي هون بحطوا الصابونه هاي ادوات الفلاح كلها ايه فرجيك بل بهدي حدا هدي هيدا روي يلا صور فرجيك هيدا بس تهدوا لي هاي هيدا التفاصيل الصغيرة كيف حملها بإيده ما بعرف كيف يحملها قص الشجر للتشحيل بخلص بسكر بس هالتفاصيل الصغيرة يلي بتدوخ هالتفاصيل الصغيرة بتدوخ الصند النير المورج ركبك على الشند يعني هيدا شند بيسموه بينقلوا عليه الحطب والقمح عدة السكيف هودي بيقصوا ال هو مشان يقصوا صوف الغنم جزو الغنم بجزو الغنم فيه هيدا البراد هاي حنفية بتنزل مي على الأكيد هيدا بيفتح من زمان كانوا يحطوا المي هون ولوح التلج هون تفتحوا الحنفية تمرق المي بالقصاطر إيدي خير تمرق المي بالقصاطر تيجي مسقعة لأنه على التلج هون هون سكرناها حتى أداء التفاصيل يعني إنه حنفية مثل هاي بتعطي كيف كان يمسكها بإيده ما بعرف هيدا هون يحطوا الفواكه بقلبه تتسقع هيدي ترمبة المي في صورة إلها عم تعطي مي ها مجموعة قفولي هون هاي مجموعة قفولي هيدا قفل قلعة بسموه هيدا كله بيشتغل كله بيفتح بيسكر هاي المطاقية هيدا باب بالصوص ونقطة هاي المطبقية ها شي بيدخلها التفاصيل التعليق هون كله شغال كله بيشتغل كله انا عارفه هون الاشياء بتشتغل هيدا بتعرف شو هيدا شو اللي خليه للذبيحة لا هيدا كانوا يعبوا مي بالجره وبالتنكي من البير تروح الماسكه
تنكسر الجرة شي، هيدا بسموه طواف، بنزلوه بسريبا وبالبير تيعلق مسكة الجرة تيعلق ويشيلوه. هيدا هلأ بلش لك اللي انت نقي شي. هودي عجة بسموه البيك والترتبيك للبنة، بيعم الحجر هيدا. هيدا الإبقيب هيدا بتلبسه المرة نهار الأحد. هيدا التاني شنو التاني؟ ايه عدة تفرجيك عدة بس السكيف، كل عدة السكيف، كل عدة السكيف، حتى المفضة بيدخن فيها حطتها. هيدا الجرار بيفتح حط العدة فيه. هيدا قالب البطيط يعني مش مخلي، كله من الذاكرة يا دكتور، كله من الذاكرة. معلش معلش هيدا البيطار، عدة البيطار هون. هيدا طاقة الزهر أكيد تعرفها. هيدا سرير الطفل، هيدا بأدق التفاصيل يعني. هيدا بتعرف شو بيسموه؟ هيدا وقت بيعمل بيبي الولد هون، هيدا بيسموه سايبك. هيدي الأرجيلة بتولع وبتنفخ مزبوط بتشتغل. هيدي بيلفوا عليها الدخان، كانوا طاولة الدخان. هيدا ميزان الجوهرجية. هيدا القنديل بتعرفه، هيدا الموس تبع الحلاق. هم طعمي طاولة الزهر، هم طعمي مش رسم، مش رسم، هاد تطعيم حفر. هيدي المكوية فرد صبي. هيدي العربية تبع الوالد كانوا يجروا فيها. هيدا بسموه الإشاس، بسموه الإشاس تاع الولاد. تسألني أول مرة بدو هيدا الشيء، خبريني شو هو. أيوه أنت تسألني. هيدا هي بنسميه صفوف رفيقة. هيدا الماما اخترعته. صفوف رفيقة؟ نعم هيدا رفيقة هي. أمي كانت مرة فنانة كمان، مش بس بيي كان عنده هزك. أمي كانت مرة فنانة، كانت مرة اخترعت هيدا ومش شايناه ومشينا فيه وما حدا، ومنعلم الكل ما حدا بيعرف يعملوا مثلنا، بنشتغل لهم إياه قدامهم وما حدا بيعرف يشتغل. شو مكوناته؟ ماشي طحين، زبدة قليلة، سكر بس هاي كل شيء. بيطلع مثل يعني بيطلع ماشي. مثل البرشينة، مثل البسكويت. ايه مزبوط. قرشته عظيمة عليه هيك بودر كتير حلوة، طعمته كتير سبيسيال. أول مرة بدوق. مزبوط، هاي أول مرة بنعمل هيدا. ها أشغيل من ورق الدرة، تيبوبي ورق الدرة من لون هون. أبو العبد وراه بيته باينين واضحين عليك. هون بنشتغلهم بنحطهم بالمعارض، ما بيبقى عنا قطعة دغري بتيرو كله ألعاب. لك هالسري كنا عارضينا درويش، يعني شغل دقيق وفني وصعب بس بننبسط فيه، بس تطلع النتيجة. كله ورق درا هيدا. هو اللي بس توصيه عندكم منهم خالصين؟ لا ما فيش عنا ولا وحدة بقى. كليب فاديك صورة أحلى إلهم كمان. هودي أخذنا البريمير بري بالرويال. هون كمان نحن عاملين مصابغين وعجينة كله بيتي بيتي بيتي. عملنا بريمير بري فيهم. لقني هون على البوتشابو، وصينا رفيق اللي كنتوا عنده عملنا بوتشابو، علقنا قسم عليها. لك انا اخذنا بريمير بري بس مخك ضايع، وين كنت؟ وينك؟ فكرت بالمنظر مش بالطعمه. المنظر انا عم فرجيك المنظر. هي بسموها فلور فيكتوريا. فرجيني فلور فيكتوريا. هي فلور فيكتوريا حاطينا بالفاز. حلو كثير. يعني بسكويت؟ اكل انا. بتاكل؟ دكتور. عربية البيات الخضراء كانوا. هيدا صندوق الفرجة. هيدا هون هون في لوب وهون في لوب كمان، كان يقعد يبرم هيدي هون يصير يمرق الفيلم، يقول له عنتر من شدات ضربه كذا كذا كذا. هيدي تبع الكعك، هيدي حطها على راسه، هيدي بحطها هون الكعك. هيدا المجلخ،
هيدي بتشتغل ها، بتشيل البرد تشتغل يعني، هيدي بتشتغل المجلد كان هيدا كان بيجي على الكشي، هيدا المنجد، هي المنجد هيدا بيصلح بوبير كاز، هيدا تبع صلح لاستيك عدة البحر السمبل كانوا بيقولوا له بعمشيت يو الفلوكة، هيدا اللي حطوا فيها السمك، هيدا بسموه طفيف بيربطوا بس تطلع السمكة يلقط شي بيصير في له جرس ها بيجي، هيدا بنك الجرار، هيدي تبع عمل الفخار، هيدي الفخارة هي بتبرم بيصير يشتغلوا عليها، هيدي الموقدة كانت ايام زمان، هيدي الأبوعة العمشيتية البرنيطة العمشيتية هاي أز نعورة تبرم طنبر طنبر الخيل عدة الحداد هيدا الكور نار هي المنفخ يولع الفحم هيك كلها عدة الحداد كل المقات الحداد وهيدي السنجري هي السنجري صابون ايه هيدي ما كانت البوزة بتشتغل لك الفراش الصغير اللي فوق كيف عن يبرم فراشيتها عم تبرم هاي ما كانت البوزة هاي المشحرة هون عدة الخيل هيدا الفونغراف بيمشي كمان بدور فيه يسمعك صوته اذا بدك بيبرم بيعطي صوت نبش عديسك صغير تبع لعبة وهي اللي بدي فاجيك اياها الحلوة هيدا صندوق العروس الجهاز بتاخد جهاز العروس فيه هيدا هاي هيدا سكر 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 هيدا تعرف شو يلا 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 ها هيدا مكوي ربيش شيلة بحط الطربوش بيكون مجعلك نزله لحظة بطلع له الشرابي ايه بيطلع له شرابته بينزل الطربوش بينحط تحت هيدي وهون بويل على النار على الحماوي بيكبس الطربوش هودي هادي قطبة قديمة كتير إبرة قديمة وما حدا بيشتغلها بقى كانت عايام ستي علمت أمي وأمي علمتنا الإبرة انفقدت انكسرت بيوم مرحوم بي بيعملنا إبرة ومصير نشتغل منجدد اللي كان نبلش فيه هو تراس منجدد نحنا بس نحنا بنعمل طريقة أوريجينال مش كتير كلاسيك مثلا رسمي السكربيني بيسي البوت العذرة إذا بتحط إيدك هون مثل المنشفة هاي منشفة هيدي من بقية القماش كانوا يعملوا من زمان النسوان تكيات بس بغير طريقة يمكن يعملوها سيدة كانوا نتفهمنا ونحنا كمان غيرنا وحملنا عرس ألوان نحنا شوينا عرس ألوان وبنعمل بنحطها بالمعارض ما بيضل عنا قطع يعني هاو بالكيت شلناهم من البيت تقدرنا حطيناهم وصورناهم بعد إبري مفقودة